يا رب صل
إنني أورى شنم جمع قلبي يحن شنم جمع يا جمعي مداني ما زال يوتي نانغو هم رشيدا يمنين يحنمنا جوكا ربنا نورو شرقا من يوكا ونوم الإسلام رجال ما تقول أمين إلى ديما سينغو ونوم السماء يزفز إتان سونا نايكو يسواتكو نمونو إبرز دا يكو سبريم تكو فوزو عنغو سوى محمد الشيخ سالم محمد سنة وثمان وجاو عيسى وسويني هاروما إمين بالرسل يا ربي صلي على محمد 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 يا ربي صلي أهون لنا مسافرة ولا موزة يدي مارس أهون لنا وصل ما تقول تقوله أما لا يبص مارس لرمو داوني خيري يا ربي صلي خيري نو السلام على أمان إم هو عيشة سيوشة غزيجة السيد سيد محمد إبراهيم بفرنير وشيشة غزيجة أهي سعوى سويني هارو الشوط أشيب إن هو عيش سوى شنزيجة السيد محمد سيد محمد إبراهيم أهي سعوى سويني هارو الشوط إن هو مبير وجاو وعيش سوى شنزيجة بأنو كايا أهي سعوى سويني وجاو إن غفرنا من زمان وعيس سوى شنزيجة سلام السسوالي أهي سعوى سويني أموني وزيني من زمان وجاو وعين سيحات الوزير سيد محمد السقاف وجاءوا عيسى وسيني هارون شنو تشيلو وعندما انا وهي بروتوكول وعلى الياء وترتيبه اولا سيدي وعلى الناس سيدي وعلى الناس تفضل سيدي وعلى والكفر هابط له فهدام يا رب صلي على محمد أما وجهه وزير وهي محكمة وقتل الرسمي أي سوى سيدي على الشيخ الرسمي وتكوفو نبرات وخيري أمان وجهياو زيدين ومتناس بيز الصلاو وتوشي نتاس سماعة عطم بينهم نكاو أبانسي ومتنم نكاو وجزيرة المعنيس ويلا يوقيه وزيطاء التشاء وشاء يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم كويسي يا ربي صلي على محمد وانجا زيادة المحفلة وهي سواسي شلو هم جزاني كويس واتكم روانه لأنه فنزا وقايا رون شرف على محمد وعلى صحبه وسلم كويسي تمجي تكم وقاتي وهادي سيحفل سواسي هروه سايه وزوهاتو لمفضي واتو ngatotse sama zahatu hazina na sheka wa jimla sidi rais la kahendesi aflai heni mrikao hakansi wa jene mrikao kwa mezele na mahabis uundri hupa dama na wahele tengo na rubu mnyezi mungu ribite hawa njeme hamani na usalama harumeshi wa tashin upanua hangu kazaban wa jazaku mungu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jofta jayifadja kazi
آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى صراط المستقيم، وأدخلنا في الجنة يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل ملوك ورب الأرباب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في شيبة والشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. ركب البعير ونام على الحصير، خسف نعله ورتق الثياب. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، فخامة الرئيس الجمهورية الإمام غزالي عثمان بن خير حفظه الله، سماحة المفتي الجمهورية رئيس المحكمة العليا، معالي سيد المحافظ جزيرة غزيجة، معالي الوزراء والمدراء، فضيلة قاضي القضاة، معالي رئيس أركان الجيش للتنمية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، أعيان المدن والقرى، آبائي الأجلاء، أحييكم بتحية أصلها ثابت وفرعها في السماء. أقول سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بداية أمسية جديدة، نحن معكم في مدينتكم صعباً بدوني لإحتفال بولادة خير البرية الذي قال عنه إمام ابن جرير: إن الذي بعث النبي محمداً جعل الخلافة في الإمام العادل. أيها الحفل المبجل، خير ما نفتتح أمسيتنا لهذه الليلة الميمونة آيات من الذكر الحكيم مع القارئ علي مدوهوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فاللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. أما الآن نستمع بآذاننا الصاخية كلمة الوعظ والإرشاد مع قاضي القضاة سيد محمد سيد عثمان من آل أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كوزم تكفو سيد الرئيس المرجل watukufu madhamana bal nabali heze daraja zahanyu bal nabali mdoktori mumvuli wa hira iswahi dawla maulamau watukufu ayuhal hafru karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu hamando nungshukuri ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala umbliho rikabanu mahajana ngasivan unuma Mnyezi Mungu ya wasamihi ya warehemu wa urakao na sinao wahenga. Watukufu mafsusu emarengo yano harumaze nsihuzinu hena usiku siu wakilisha uka inudua harumaze dua zabali ya insia hatu. Na Mnyezi Mungu yazikubali. Yazikubali. Abugia mondo husu ya na uka wanuwa jadidi. Zedua wajadidi omrengeleyo nomtsa hostighfara hosoni mwa Mnyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati kwa Mnyezi Mungu alabiyoka wakati mwanzo inge mdhulumu za nafsi zao njili ya mtsa Mnyezi Mungu samaha na Mtume njoho na Mnyezi Mungu tawaba rahim ukenga kwa Mnyezi Mungu yalisamihi inshallah hasababu ya hema rengo ya na riumbe Mnyezi Mungu ya rihifadhi wa harumensi ya hatu, insha Allah. Jana watu kufu tika mahala titowa nasara. Enasuhana itowa handa anitaba uka inudua na inubarak.
yonziro emalezi ya kikomo redoye tawa wakatika unuwa kawano hesira ya mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wanruwa jihunro wakati wa uhali ya mnyezi mwe manza heze barakaza hesira wanruwa yamba wa mwabiyuka Allahuma ya basi tualiyalini bila atuia ngohunro wanruwa juho wa tsambalia watawaze baraka alhamdulillah imahalaraka iho jana alhamdulillah wanadamu wa stehdi risumwebu alitowe fatiha alhamdulillah ya loika inu duwa riomba wehe na usiku wakatiru wanunu wa muhimu watukufu haukaini wakati nabajirio mabade haruma ulemengu jimla khasatan harumaza tihuzini bajiri uwane ikawo gorendao gotinzao harumaza tiwananya za Afrika ikawo ngari wambawo mnyezi mwari hifadhu ikawo mpakando wakati rono umu uisarayo umno neda ula ne matwabibu wa uharuma ujiandalia haurenda haurenda bio na uhifadhi emaraia besabata alishiwa emahala ika ito roshela wanadamu wa urengewa na mnyezi mungu jwa uhifadhi mwacha ile mahala yao ya tiparuwarilwa insha Allah abukia mwenge itashiwao zaidi nezedua hauka zedua zuri fai haruma makafa hamanda yanu haukari wono wakati wahe COVID nyezi mwari hifadhu harumenti hatu na sisi si wachashi haku nyezi mwari hozwani isi nyezi mwari haku baani isi duaza hatu raka uzigomba nyezi mwari hifadhu abukika nwambawa nyezi mwari jalla wa azu yari hifadhi na unu wa vungulwa ulo harumazi tiza Afrika timajirani nyezi mwari hifadhi ya hifadhi no wendao na huja na hubalia uja wa harumayensi insha Allah watukufu tikanzani na misizehe nuktoi ili ni waneseuka mtume sallallahu alayhi wa sallam hawaneseuka hujo kawwa de ushumpi yao sheika mrunge mahalaba lo uwa de ushumpi yao mrunare de mrati rohe mrati rohe wende mahalaba mrajina nane kamru hahisa ge mahalaika o kawuzi ya tirohe tena wenda mahala ulio amgabo ho mananda muji mfadhi iyo lazim watukufu gamadu harak kasohamu wa mwezi wa rabia al-awwal mwezi kawo wa islamu onsi pia duniani washtagliha na kutafili bidhikra mawlidi rasuli sallallahu alayhi wa sallam hele beshelea na humpari hanoha mtume sallallahu alayhi wa sallam mtumeka watu kufu haka ujati mizi haka ujati mizi ze sharia za wawatele mitume wananya wa mchadele hauka wakati mnyezi mgu ya hukumu kangu mgu wana adamu basi mnyezi mgu hamu mgu baada abu hamu mgu mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala hambenulia nziya mbili hambenulia nzia ya uongofu hambenulia nzia ya wangamifu zinze hizo zombili mnyezi mungu hazimenula manadamu shaharuni hajaili ya manadamu hamnika hidaya e hidaya ya mnika hili hamnika hidaya ya akli e akliyo yorenda e akliyo ya muhanza uwa baina heze nzia zombili ya wone he akli ya hae iwendao ikangu eno ila lhuda au ila mdara haunohi akli ya haruni tino tuka hamnika akili shaharuni hamwele shea ayati nyezi mwele shea manadamu zedalili za mkaya yende mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala haruma ule menu unu haruma ume ndo wa heka unu nyezi mungu ha mwonesa manadamu ze alama za hoka ngeye mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala ne do kauni ni mnyezi mungu ya yumba ya yende sawo ukamwa na damu ngenyezo yawo nao genizo yawo nao hema tso ya
Yetusema tsungono mbingu, mbingu zilona jua, zilona nyora, zilona mwezi, yezivizo zonzi pianga zendao, kullun fi falakin, yasbahun. Haina yitzi mangashendao harmwe kawaida ya hasho, neitzi ya hasho. Eka habre mwemonsi mbatsomonsi, nguhuno arwi, arwi kao, ngeto wao hiri, arwi kao ngeto wao nimea, arwi kao nge bakio na wanadamu, arwi kao nge lufaisha wanadamu, wawe lufaisha hiyo. Yabo, izono wikao wanadamu mbuzi wano hematu. Eka hazi wano hematu, haruni mbuzi fikiri homo wahae. Yaweka hazi fikiri homo wahae, uondo wakati kao ya kao orangu waka vanu, Zenongo zinuzo na wehematu, zinitinongo zitiko ujenda jauza na zaajivuliza. Ya huye nemana ikawo, nyesi mgu subhana wa ta'ala, haka haza yale manadamu uizani. Amwele manadamu uizani wa ubima. Nyesi mgu ajao nesoka, banu ya akili ya hobo manadamu yoche ketutosha. Ketutosha uongo oge. E akili ya hao uyoche ketutosha uongo oge. Gyao hafanya, Nyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, here maahe, uno wakati kao haniso uweha mitume. E mitume wao, waka uja na sharia, ze sharia hizo mutadaru nija, zika uja daraja, hada raja. Ha, haina mtume haja, haka uja na sharia, ikao, yeru mawan wahahe, shihisa, vaja mruaji, kapsingo uja shiruaji na mrujina. Yabo wa mitume wa uwende, hata ilo wanadamu wa hunremi izani, ya ubima za akili, ya ubima miyo ya hao, ya ubima izo wa unawe hemato ya hao. Rende hata liwasuli daraja, kamyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haka ujatimizi, ya kamilishe ze sharia izo, bimidadi Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Abono wa Mungu ya kauja kamilishe, ya kamilishe, Ha Muhammad, ya kamilishe Muhammad, he Qur'an. Ya kamilishe Muhammad, homweno wahae. Ya kamilishe Muhammad, heze sifanjebaza hae, no kamilifu hae. Umushuha musafisha, milladun adama ila ummihi. Tume sallam. Hadani hasofishwe na sabaya hae. Tume nangu adama atajiri wa sulimtaza hae, ha, wabili watate majana matisano. Yule mana mtume ambakaa, lam akhruju, kharajtu min nikahin, wa lam akhruju min sifah, mundhu adama ila anwalada ni abi wa ummi. Mimi nsola wa harumanola, na sharia, na rongo njema, razi adam, hatusiku mtazangu ya kawchanzai. Yabu yu dalili ya kawumru mnyezi mgu ya mkabili shanro, hambeha, liyukhurija nnas mina dhulumati ila nuru. Yajato wano harmezi za za ujinga, eziza za ukafiri, eziza za mdola na hitwa, eziza za mbohano, eziza za umuhone wa za honeana. Yajato watowa ya wabehe haruma ulemengu, ila ala ya waweho haruma ulemengu wa uadilifu, na waweho haruma ulemengu wa mahamba, ya waweho haruma ulemengu wa unahanya, mnyezi mgu ya mhatu kishauka, inna balumuminuna, ikhwa, yuwe silamu yuwa nani. Aungia wakari wasuli ya watu kufu, ekari wasuli hee na mna hii, ya mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, hasibabu, ni risala ya hae, mnyezi mgu ya mwere yae, Hasibabu ni Qur'an, Nyezi Mungu ya mwane seandro, ya makaya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karjawiha ya Muhammad illa ukerehma, ya Nyezi Mungu la umba pia, pia, pia. Harma ule mungu hundu. Ina inushabi wa hunduniani, mtume rahma. Rehma ya hashu. Ya muko ya juamba sisi wa nadamu, wa ya juamba sisi wa islamu, Nyezi Mungu ya rere ya mtume, rahmatan lil alamin harehma herzi umbe na kawati rehma kuu Nyezi Mungu ya rifanyia joto huja likubali uka hivi likubali ahali no mkataba wa hatu ralega na Nyezi Mungu uka garjuhu wa suliba abu ya wa tukufu wa miliana ukaili wa mtu ume sallallahu wa sallam wako tinamba shaka Sina mnungu joka Muhammad ya mtukufu, de mtukufu, rahane na inushilohu nduniani pia. Mguyashi tukuzi. Kabati ilu itukufu nduniani,
شازلي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويندم رياري رولة مزي مجملة هو كويند من آدم يا علميشة رولة مينغو هو كسيدنا محمد ويند واني بفوندي سيدنا محمد بثمانة سيدنا محمد بميني فندسة ولمنون يبتي هرم وعدليف نفسلام حتى وبسلام وهاتو نيزم ويوبيها وري وسويلي بانو ليلو حسبك محمد صلى الله عليه وسلم اذا وتقف حق جهات اكامي كونسي همالايين نمالي همالايان يكانسي يبانشي شلزون وباو نيزم والجا إلو كأي مرنغو يانو يكان مرنغو يا إخلاص رمضاسزاو نيزم يصلى يا نبي يصلى يا ومتوبة صلى الله عليه وسلم أو كم تمد يا بابك إمرو جم صلاة كدون زيما أم جم صلاة كدون قومة يو جم صلاة كدون قومة أم جم صلاة كدون جانا يو جم صلاة كدون جانا أم جم صلاة كدون ألف هو تومي صلى الله عليه وآله وسلم بعد زفر إكوزوكا زي سوي زفر من أدام زفنياو هرم صلاة زوكا زي سوي مبقام راشونيكا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مرانو دي أمي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إكي زوكا زي جاجة إصلاة إكي سويه أما كي يودا للزيما يوكتو شوكا واتي من أدام اللون أمبارو السواسي أو بلو باشاكا حينا نغم راجو مفاني يزون سبيا بيا نينا نم راجو فاني يزون سبيا غيري فيا ومنيزي مو يري فيا متوم صلى الله عليه وآله وسلم يولي من ألبوس يا رب يوكا دعما دعاته النصارى في نبيهم سوران لازم وانا صلاة وهامبا هل ما ميتوا وها وكاوي ما نوام ويجاو ويجاو ها وحكم بما شئت ملهم فيه واحتقيمي سيفم توم هاي ناس يفوان زاو شر سيفان زي ما تعذر وتسمي ميزي مباس شيء ناس يفاني كملي في بوجو جو سيفم توم صلى الله عليه وسلم هاو كاين محمد روي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب هاو بس البصير هذا تشيز زيار هورم هي نمني أبغى أبغى تقول يوم ما نيكاو حصل يوم تمرين دالو كل هميو يا هات أبغى نروى كني شو كلين دالو ولا هميو يا هات نيس مواجه جيلي يا ربي ككابود هميو يا هات في رهاري هميو يا هات في لكلي هميو يا هات في يكيبم نيس مودون أبغى تمرجو إلى نيس مواجه ورعوني وهرما انا مرموي كاو غير حتاجه ميزي مو يا حفاظ يسو يا هو تقف اللي نجو تيميز لما نزو نبيوكا انتو ميوي زنو ميزي مو يا مصفو هزو كوم 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 دازينو همصفو هزين جي ميزي مو شام ميزي مو هجاكا هم جمليسا هبا وإنك العلا خلق زتو ميزاهو يا محمد زيتيمو زيتيمو زيلكليا كباتشاك بهي مي هكورمو وهمك انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق تيبي وانجن تيميزي توبيا جيما انتم هل فني هنا محبه يونس هرانزا هكو هرانزا تا وجومي نفسيها توما صلى الله عليه وسلم سبب هذا جانا كم تومها كوفا جبريل جاما بيو كاسم بنجر مدرو وكان غزو هنا لنم يسم وها بهم سنو جوا مبكان جاي نمرو ام وهاو وجو كتور زيرو هباو جبريل جاما يسم وها مبيا لما بكا يسم وها كا لما بكايا زيرو هزاو وها هي غزيو نوتو راها ماتام لازيبا لا تلو هرما صوفي يا نوى جبريل جاما بي بهم تمارا جزا جوا أما واجب أن إندام بمن يزنغوكا نارمو تنغو وغلا وروحو بيا ينونجي نزيزي ملاوي روحو يهانغو نو يسهل شهو موهان يولي ما نيكاو نيزنغو بها يداجب جبري أما إندام بمن يوكاكا جو كان رحم راهنامي إندام بمن يوكاو أم موهاه نم جنوة توزي روحو هما وفوزي ولواو هرمانغانو هرمانغا مهاف يعني وزيولو وقونا مرامبهي أبغيك رانزا مطومة رانزا يا رانزا رانزا يا رانزا مطومة بيزنغو سبحانه وتعالى يا مبيوكا يمنكتو مانكو يا مبيوكا ولا سوف يعطيك ربك فترضى
نوصوني كاتو ريفي أما ونزاو ليلى المرحوم سطاهل مفتي سطاهل تنبه مماكا وقاتل هو يتوموكا ولا سوف يعطيك ربك فضلا بس لا يجابون إذا لا أرضى أمتي في النار أبتنا وكالا في ننقب أمرو هرمو أمو هرمو لو هرمو أمرو نتوما صلى الله عليه وسلم وتوهيما وسلم سراطا غريب راو نحن يبقى اللهم سلم سلم يزن وسلم شو أمه وهم قرآن وبربانها أماننا السلامة وفوك إلى الجنة إنه جوفك هرم السراطة أما قلت إلى مبول مجور جعيلية إن شاء الله رفوك وهرم السراطة بإذن الله نتوما يجي على زنغار لنو نغني ماه لرنده لنجي مبول نتنا في الجنة في الدوس أبقى أبقى تكفو كما يقولون أبتميزي نحن بقى كالما تومي يزي أخلاق يزي طبيعة كباتين ونكو غابوز فصل يجو كوصو مبان هرمي موليدا يهيسا يبقى زي فصل بيزا هيسا زبقى وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا انتمين يا كامل يهوان هكو مبانا طبيعة يبقى لي جامع وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء انتمين لأنه هون حياء Mtumembe ya kana haya. Abunge ya kwa tukufu. Lugushekeza mtume. Ileensi ya hatu. Irejeo harumaze haya za hayo. Irejeo harumaze tobi ya za hayo. Irejeo haruma maslaha. Ya hayo ya kamuenshi. Nyezi mwaja ili ya michi ya hatu inu. Iwaneneza tobi ya mizi lugu haruma ya michi ya hatu. Rihime rimaneneza tobi ya mizi lugu haruma ya michi ya hatu. Khaswata neneza tobi ya za ulevi. Ikawu zimemiwa wana hatu ze akili. Zimenye hai narongo. Eni mruwanzo ya lwehi, suabu ngulewo, eni mruwanzo ya leye, ngulewo, juzita baakiso ya batoka harungabu haruma mji, weda mdu ya kawadhini, basi ya Allah akbar, Allah akbar, ashahadu an la ilaha illallah, basi mdu ya lewa ya buha muhamara wa mfuriza bronzi. Ithani watukufu, yawe kari wasuli yao, yawe na mdu na jila ume nafsi yao, falatu ulumana illa nafsi, mrazi la mdu tona nafsi yao. Hau kaizo hii, izo mijini, gazi pari hanao, wa ulevingu wa mjini, walwano mjini wajowa wazole bange, wajowa holozi wao, wajowa walivurao, wajowa waluzao, mfinyo wajowa waluzao, wajowa wayunao, wajowa wainwao. Ithani ya buwa tukufu, na liwane neze na mwaizu mnyezi mkwa regeze miji ya hatu, regeze mashababi hatu, ya regezo wanruashe, ya regezo wanruahume, ya regezo wanruababa, insha Allah, miezi mkwa chayiliyo wanruababa, watiparenda mwendo, watimbuliwa nuhuwana, insha Allah, atwabi ya zitrubizo, akulu kawliha, astaghfirullah, azim wa liwalakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala ala sallam, wa sallam, wa sallamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أما الآن العطر الأول مع سيد المحافظ نزي محمد إبراهيم. يا شمس التبادر أنت نور فارق الجنة ونعيمها أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأغتني بحمد موارده سائهة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا اللهم صل وسلم عليه واسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجباه أستمني الله تعالى رضوانا يغص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه
فاقتدر به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطوة الخطوة وخطوة اللهم صل وسلم وانشر من قصة المولد النبوي قرودا حسانا عبقرية صلى الله عليه ناظما من النسب الشريف إخدا تحل المسامع بحلاها واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر الله أم قبره الكريم بعرض شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك أما الآن العطر الثاني مع محمد جنيد عبده وعبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله سنيا صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ذكر الله تعالى ونبأ اللهم صل وسلم
إنسانية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه اللهم صل وسلم عليه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم صل وسلم عليه نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء اللهم صل وسلم عليه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى طهره الله تعالى أوردنا الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه اللهم صل وسلم عليه حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا الصفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صراط سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية صلى الله عليه وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عتر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير العطر الثالث مع مر بركة سيد فضل من آل جمال الليل إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الإيمان لو وصلت يا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولما أراد الله تعالى إبراز عقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما بصورته
ومعناها لمصطفى اللهم صل وسلم عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية صلى الله عليه وصبا اللهم صل وسلم عليه وكسيت الأرض ما لدون جنبها من النبات حللا سندسيا صلى الله عليه وأجنعت الثمار وأجنى الشجر اللهم صل وسلم عليه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وخرت الأسرات والأصنام اللهم صل وسلم عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية صلى الله عليه واهتزت العوالم من السرور كأساح ميا اللهم صل وسلم عليه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت لسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمل عقبا عطر اللهم قدرا كريم بعرف شديد بالصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك أما الآن عطر القيام مع أمال سيد عبد من آل جمال الليل يا نبي سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
ذات مرمي ومرمى. أكرم اللهم كدره الكريم بعرض شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى العطر الخامس مع عبد الله أحمد. محمد باسط المعروف جامع، محمد شعره والله لم يظلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية. اللهم صل وسلم عليه. فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية. صلى الله عليه. وقالت لو كان بها حلب لأصبنا. اللهم صل وسلم عليه. فمسح الضر منها ودعا الله مولاه ووليه. صلى الله عليه.
وأشرقت به أرجاؤها السكينة. وأسس مسجدها على تقوى عبد اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لك يا رسول الله منا نصرا بالفعل والأقوال عما يفترى. الشمائل الأول مع علي السيد أحمد. يا ربنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين فلا الخدين يرى فيها في
فيجد منها سائر اليوم رائحة أبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصبية ويدرى الشمائل الثاني مع سراج الدين بن سيد طاهر من آل جمال الليل. هذا العين أيهما كان إلى سرايا دماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلق شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سريعة صلى الله عليه ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا يدقعه الفقر وأشواه اللهم صل وسلم عليه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه اللهم صل وسلم عليه ويمشي خلف أصحابه ويقول خل ظهري للملائكة روحانية صلى الله عليه ويركب البعير والفرس والبغلة وحماراً بعض الملوك إليه يهدان اللهم صل وسلم عليه ويعصب على الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية صلى الله عليه وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فما وكان صلى الله عليه وسلم
وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. اللهم صل وسلم على وهنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البياني وبلغ معين الإملاء في فدا في دين واحي منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلمة الشكر والتوداع مع جنباي علي. وضعا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي. كوزي تكوف رئيس واحد دولة ناوين اسمكال يا حاوكي كوزي تكوف سيدي المفتي الأكبر تكوفو منا مكاو الكلة باب جان مكاو لبي وتكوفو موازيني وجانا ناوليو وتكوفو وزي وهم إلا معتلد عليهم أنا محمد أحمد ومبري تقول تكوفو لما إسلام هزي درجة فهم بي هاها جانسي ملتزمي وقاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hawakili wa neti ya itana jimla nane bafu ya mangani nomjingumishi wa hanu wa saba beboni mihanga saba beboni kawa leonga si beboni ngari jomdu mwana na mtume hanga beboni insha Allah. Kwanini sababu ni mshukure Mwenyezi Mungu hadani nomtume wa hae mawiji wa hatibikawa mwahajana lelo mungu ajaili ya lina sivanumu maha nana maha mene na hejolunga wanga rituka wanuna mungu wa hale insha Allah ridoho na nabanu haji mahamada zimu neshekayo nikami nifikao nwa shaka ushuri ya meshuhuli inu wamani wamenu ka marahaba menji mpata mungu zema wawone kwenza ziliwa shasi si wasaba garjolo zituwa hezero Ngugujo mwasulisani ya heri, bamjaha heri, ngamjo urejei ya heri. Na mtahaze sama, haina koto joka mliwono rango mjiwani hulumjini, hata mpaka laba sabati kiasi ya saba, shaizo nyezi mwune ya renge heza ya afanya, ngartaho sabaha tindatize wakati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ngamjo mwasulisani ya salama insha Allah. Samahani sabanjuze wafatiwa manahatu mbadamaji ya fariki kawu joka jimepuwa moti insha Allah. Una musali imati kati liwati. Amalan adwa maafakhabat al-raisi jumhuriya al-imam Ghazal Uthman Banahe hafidhahullah. Madam!
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من دار شعبيله يكف العبد كفا يا الله، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية على أن يكون له فيها نظائر وأسطى يا الله، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا الله، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا الله، يا من انتهت الأنام إلى قدرته القيومية يا الله، فأشار بفضله من استرشده واستهداه يا الله. اللهم بأنوارك القدسية يا الله التي أزاحت من ظلمات الفكر الدجى يا الله، نتوسل إليك بشرف ذات المحمدية يا الله، من هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى يا الله، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة لأصحابه أولي الإرادة والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله فضلا من الله هذه حمات شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين تبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية فتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى وتخلصنا من أصل الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقينا كل مظلمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى كلنا من حسن اليقين قطوفا دانية دنيا وتمنع عنا كل ذنب دنينا تسر لكل منا عيبه وعزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذروه. تفضل الحجاج تفضل. ودعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنيا برحمتي ومغفرتي وتدي مع من سواك ولا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راجع ما له فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعات والرعية وأعطي الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة واسقنا غيثه يعم الثياب سيب سبسبا وركا واغفر لنا سجي هذه البرود المحبرة المولدية
حسبك جعفر من إلى البرزج نسبته ومبتلى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحسره وعليه وكاتبها وقريها ومن أصاف إليها سمعه وأبصاره اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره جوهرية وتحلت سبور المحافل المنيفة بعقولها وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم
فرنسا بسيرية ما هي دولة روهرام يبقى ما دولة روهاناي شيء للشريعة شهيد شهيد ما دولة كذي هم على شبه جليل لازم هو يروهرام يبقى هو أما ما دولة روهاناي لو بقايا جريت وزيرة روهيدا لازم هو هما الشريعة شكوموري يكمل ما دولة كذي هم على شبه جليل راكم لاديني راكم مجلسي راكم أوليدا لازم هو يروهرام Thank you.
Nous avons un peu de temps.
Ya, vamos a hacer eso, ¿no?